تدخلت مصالح الحماية المدنية سهرة أمس من أجل إخماد حريق شبة ببناية تتكون من 5 طوابق بها مطعم في الطابق الأرضي ومرقد بباقي الطوابق بمنطقة لاروكات ببلدية منصورة، حيث تم إخماد الحريق ومنع من انتشاره. وحسب بيان الحماية المدنية فإن الحريق تسبب في إصابة 14 شخصا بضيق في التنفس وإصابة شخص بجروح، حيث تم نقلهم إلى المستشفى المحلي.